نفذ المدير التنفيذي لصندوق الرعاية وتأهيل المعاقين زيارة ميدانية لمراكز الخيل للمعاقين بمحافظة عدن، وذلك لتلمس احتياجاتهم وتقديم الدعم لهم. مزيدا من التفاصيل في سياق التقرير التالي. تفقد المدير التنفيذي لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين محمد قائد الشاعري صباح اليوم سير العمل في مركز التأهيل المجتمعي فقم بمديرية البريقة. وخلال الزيارة أشار المدير التنفيذي للصندوق محمد الشاعري إلى أنه وبتوجيهات من محافظ عدن أحمد لملس واطلاعا بالمسؤولية، سيقوم الصندوق بتخصيص ميزانية تشغيلية للمركز تقدر بحوالي 600 ألف ريال للربع، بالإضافة إلى تكفل الصندوق بالرسوم الدراسية للمعاقين ورعايتهم صحيا. ونوه الشاعري إلى أن الصندوق سيعمل خلال الفترة القادمة على دعم كل البرامج والخطط الكفيلة برعاية وتعليم المعاق. نزلنا اليوم زيارة لمركز فقم بتوجيهات من الأخ المحافظ أحمد حامد لملس، ولتلمس همومهم ومعالجة مشاكلهم، ووجدنا أن المركز يعاني من مشاكل كثيرة تكاد معدمة. مكاين الخياطة والتطريز اللي يشتغلوا بها يعني تكون قريبة منتهية. توجيهات من الأخ المحافظ تم اعتماد موازنة تشغيلية للمركز بصورة منفصلة بمبلغ 600 ألف في الربع، واعتماد 5 عقود للعاملات تطوعات من سابق أجور تعاقدية جديدة، واعتماد رسوم دراسية للطلاب في المعهد أو في المركز هنا، وأيضا اعتماد 6 مكاين خياطة بصورة مستعجلة. وسوف نركز على هذا المركز كونه يجمع عدة مناطق في صلاح الدين والفقم وغيره، ونولي الاهتمام خاص كونهم يعانون منطقة نائية وكانوا منسيين، لكن الآن احنا كصندوق سوف نكون بزيارة مستمرة حتى نلحق المركز هذا بعجلة التنمية المستدامة في البلاد وكباقي الجمعيات والمراكز الذي يدعمها صندوق رعاية تأهيل المعاقين. وخلال الجولة بأقسام المركز استمع المدير التنفيذي محمد الشاعري من قبل مديرة المركز مرفت عوض إلى شرح تضمن البرامج التعليمية التي يقدمها المركز للمعاقين بمختلف الفئات العمرية، وتطرقت إلى الاحتياجات التي ستمكن المركز من مواصلة عمله وتنفيذ كل الخطط والبرامج التعليمية. نحن في حاجات كثير في هذا المركز نحتاجها ونتمنى أن تكون يعني تتعاملوا معنا وتهتموا بالمعاقين، لأننا هنا المعاقين بنتعامل معاهم كروبة لأننا مش مؤهلين ولا دارسين كيف نتعامل معاهم. وكان المدير التنفيذي لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين محمد الشاعري قد وجه باستمرار صرف معاش المعاقة بشام أحمد ناصر التي تعاني من مرض السرطان، مشيرا إلى أن الصندوق سوف يقف إلى جانبها في محنتها. كما وجه الشاعري بتوفير 6 آلات خياطة لقسم الخياطة في المركز، وذلك دعما لقطاع المعاقين في منطقة فقم. لبيب محمد علي، لقناة عدن الفضائية، العاصمة المؤقتة عدن.